ومن أعظم الهدي في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأنبياء دعواتهم احتوت على توحيد، احتوت على ثناء، احتوت على حمد، احتوت على تذلل، احتوت على معاني الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فمن دعا بها وفهم معناها وتذوق ما فيها ترقى في مراتب العبودية وترقى في مراتب معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك اتفق أهل العلم أن أفضل الدعوات وأعظم الدعوات هي الدعوات التي في كتاب الله، أساسها التي لقنها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما حكاه عن أنبيائه ورسله عليه السلام. ولذلك كان من شغل العلماء ومن شغل الصالحين أن يلحوا في الدعاء بهذه الدعوات المباركة.